الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وخلقنا بأخلاقه الكريمة يا رب العالمين، وحققنا بحقائقه، ونورنا بأنواره، وأمدنا بمدده يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل شرح الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. ونحن اليوم في باب الجود والسخاء، باب الجود والسخاء. الجود والسخاء عند الناس معناه الكرم والسماحة عند العوام الناس، يعني إنسان كريم يجود بما عنده، يسموه إنسان جواد أو سخي. والسخاء قد يكون سخاء نفس، وقد يكون سخاء يد، وقد يكون سخاء أخلاق. وهو ناتج أساسا عن الغنى بالله، يعني ومعنى في القلب إذا استقر أنك مستغن بالله يظهر في الظاهر عليك أنك سخي جواد بما في يدك، لأنك لست غنيا بما عندك، تغني بالله. فإذا كنت غني بالله فيبقى كل ما عندك ما أنفقت، مهما أنفقت كأنك لم تفعل شيء، لأنك ما زلت مستغني بالله. إنما المستغني بما عنده من عرض من مال تجده شحيح، يحسبها، يحسب كل حاجة. النبي ما كانش يحسبها، ليه؟ لأنه كان غني بالله صلى الله عليه وسلم، كان غناه بالله لا بالذهب، ومن كان غناه بالذهب ذهب، ومن كان غناه بالفضة فضة، ومن كان غناه بالدرهم در الهم. وكل حاجة من اسمها تعرف معناها، فالذهب ما سمي ذهب إلا لأنه يذهب، والفضة إلا لأنها تنفض، والدرهم إلا لأنه يدر الهم، والدينار لأنه أوله دين وآخره نار، فنسأل الله السلام. والنبي كان أغنى الخلق بالله، فكان أجود الناس وأسخى الناس صلى الله عليه وسلم لكمال غناه بالله. وكل وارث من النبي وراثة في هذا الخلق تجد عنده سخاء وكرم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمقت البخل والبخلاء، وكان لا يحب مسك اليد، وكان لا يحب أن يكيل الإنسان طعامه حتى يعني ينزع البركة منه، لأنه إذا كال طعامه نزع البركة، فنسأل الله السلامة. وكان لا يكيل النبي إلا عند وفاء الدين أو عند البيع والشراء لتحقق حقوق الناس، أما إذا كان عنده في بيته فلا يكيل شيء، يأخذ منه بالبركة، كما يقولون الناس المصريين العاديين، يقول لك ده راجل ماشي بالبركة. البركة يعني ما يحسبهاش، اي حد يطلب منه حاجة يحط ايده في جيبه، طب في جيبه كم ما يعرفش، ويعني شوفنا ناس كتير كده وعشرنا ناس كتير ما يعرفش في جيبه كم، حتى لو حد سرقه ما يعرفش انه سرق، لانه ما يعرفش في جيبه كم اصلا. فدي رحمات. واللي ماشي بالخلق ده تجده لا يفتقد ابدا، باستمرار كل ما يطلب حاجة يجدها عنده، لان العطي هو الله سبحانه وتعالى. واحصي لا تحصي فيحصى عليك، مش كده برضه؟ فإذا ابتديت تحسب هيتحسب عليك. سبتها على الله يبقى سبها لله، وهو ناتج عن الغنى بالله أو التوكل أو التسليم أو التفويض، وهي مقامات تكلمنا عنها من قبل. يعني كل ما نقرأه الآن ناتج عن المقامات الأولية، وهي الغنى بالله، أو ناتج عن الزهد، أو ناتج عن التسليم أو التوكل أو التفويض. فالتوكل هو حال عوام المسلمين، وهو الرضا بأمر الله، والتسليم الرضا بحكم الله، والتفويض الرضا بما قسمه الله قبل العلم به. والتوكل حال العوام، والتسليم حال الخواص، والتفويض حال خواص الخواص، وكلها ناتجة من العلم بالله. ولذا يقال على هؤلاء الناس العارف بالله، فإذا كان عارفا بالله فوضع أمره إلى الله واستغنى بالله، فأحسن إلى عيال الله، فالخلق عيال الله، فيتحقق بأخلاق الله مع العباد، فيعفو ويصفح ويعطي من حرمه ويصل من قطعه ويجود بما عنده ويؤثر غيره. هكذا كله ناتج عن المعرفة بالله. باب الجود والسخاء. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان
قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن العباس قال حدثنا سهل قال حدثنا سعيد بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنهما قالت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله تعالى من العابد البخيل. السخي قريب من الله يعني قريب من رحمة الله لأن السخاء إحسان والله يقول رحمة الله قريب من المحسنين رحمة الله قريب من المحسنين فالسخاء إحسان والقرب من الله قرب رحمة لأن الله سبحانه وتعالى مع كل خلقه قريب حتى ولو كان أقرب إليه من حبل الوريد ولكن هنا قرب ربوبية قرب ربوبية مع كل الخلق وفي السخي قرب إحسان قرب إحسان ورحمة قريب من الله والمسائل كلها ليست مكانية ولا حلولية فالقرب قرب مكانة لا قرب مكان فالله لا نتكلم عنه بالمكان ولا بالزمان لأن الله فوق المكان والزمان فنفهم هنا قرب مكانة لا قرب مكان قريب من الله قريب من الناس يعني لمحبة الناس تجد الناس تحبك طالما انت سخي الناس تحبك الإمام الشافعي يقول ايه تخلق بالسخاء فكل عيب يداريه السخاء لو قل لك عيوب وسخي الناس ما تشوفش عيوب طالما سخي حتى لو لسانك زفر يقول لك معلش هو لسانه زفر بس راجل طيب يستحمله حتى الشتيمة منه لو شتمه طالما سخي لو عصبي شو يقول لك ما عصبي شو يقول لك الراجل طيب ليه لانه جيد مش كده الامام الشافعي بخبرته يقول لك ايه تخلق بالسخاء فكل عيب يداويه او يداريه السخاء فطالما انت بتدي وسخي خلاص بقى هتلاقي الناس ما تشوف لكش عيوب قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار لأن الجنة محل رحمة الله فالمعنى واحد بعيد من النار والبخيل بعيد من الله يعني بعيد من رحمة الله نسأل الله السلام بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله تعالى من العابد البخيل لأن العابد البخيل بخله يدل على ان عبادته مفسد وان معرفته بالله ناقص فعبادته مش حقيقيه لانه بيعبد عباده ناقص اما الجاهل السخي فالجاهل السخي قريب لانه اذا علمته يتعلم واذا عرفته يعرف فسهل ليه لان الدنيا عنده رخيصه والاخره عنده اغلى فعمله يدل على ان المعنى ده مرتبط في قلبه فهو بيعبد بالسخاء فمن السهولة ان هو يتحول من الجهل الى العلم انما الا العابد ده عارف ويرد لك كل حاجة بالدليل والقرآن والسنة وبخيل هتعلمه ازاي ده اذا كان هو عنده الادلة اذا كان عنده المعلومات اذا كان عنده كل حاجة وتيجي هتخرجه ازاي من جهل ده صعب ده انما الجاهل السخي سهل تخرجه ايه من جهله بتعليمه قال الاستاذ لما يقول الاستاذ الشيخ الاستاذ عبد الكريم القشيري يقصد ايه ابو علي الدقاق اللي هو شيخ وحماه زوج لانه تزوج ابنته قال الاستاذ ولا فرق على لسان القوم بين الجود والسخاء يعني عند القوم يقصد الصوفيه لما يقول الجود والسخاء عندهم بمعنى واحد عند اكثر الناس وان كان فيها تفريق هيبينوه ولا يوصف الحق سبحانه بالسخاء والسماح لعدم التوقيف يوصف بالكريم لكن ما نقولش ان الله سخي بس ليه لان احنا في صفات الله بنقف على التوقيف كما ورد نصف الله بما ورد مخافة ان يكون في اللفظ معنى لا يليق بالله ونحن لا ندركه فايه فلا نصف الله بمعنى بامر لم يصف نفسه به لعدم احاطتنا باللغة من جميع جهات فاحنا مع الله في وصف الله نتوقف على ما وصف الله به نفسه تنزيها لله عن ان نصفه بكلمة في ظاهرها كمال وقد يكون فيها نقص ونحن لا ندري
ولذا يوصف الله بالكريم ولا يوصف بالسخي ولا بالجواد، وإن كان برضو جواد كريم، ما في ورد في الأحاديث أنت الجواد الكريم، مش كده برضو؟ لكن على أي حال المشهور هكذا. وحقيقة الجود ألا يصعب عليه البذل، إنه يبقى يصرف بسهولة، لا يصعب عليه البذل في وجوه الخير، في وجوه الخير. وبيقول لك لا صرف في الخير ولا خير في صرف، مش كده برضو؟ لا صرف في الخير، يعني لا إسراف في وجوه الخير، مهما أنفقت ولو ملك كله في وجوه الخير ما يتقالش عليك مسرف، ولا خير في صرف، ولو أنفقت قليل من المال فيما لا يحل الله ليحل الله يعتبر مسرف. فهمت ازاي؟ وعلشان كده حقيقة الجود ألا يصعب عليه البذل، أي البذل لله. وعند القوم السخاء والرتبة الأولى ثم الجود بعده ثم الإيثار، يعني بالتدريج كده تبتدي سخي وبعدين ترتقي إلى الجود ثم ترتقي إلى الإيثار. يبقى البداية السخاء وبعدين لما ترتقي شوية تبقى إيه؟ جواد، وبعدين بعد كده تبقى تؤثر غيره. فمن أعطى البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء، اللي ينفق شوية ويشيل شوية معاه يبقى سخي، ومن بذل الأكثر واللي ينفق الأكثر ويخلي الأقل عنده يبقى جواد، ومن بذل الأكثر وأبقى لنفسه شيئا فهو صاحب وجود، والذي قاس الضرر وآثر غيره بالبلغة فهو صاحب إيثار، واللي ينفق كله ويقعد هو معهوش حاجة خالص يبقى صاحب إيثار. كذلك سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول قال أسماء بن خارجة ما أحب أن أرد أحدا عن حاجة طلبها مني، لأنه إن كان كريما أصون عرضه، وإن كان لئيما أصون عنه عرضي. ودي من كمال حكمته، يعني بيقول ما حدش يطلب مني حاجة وما اديهالوش. السلام عليكم. يبقى لو لما واحد يطلب منك حاجة، حاجة من الاثنين، يا كريم فالأحسن تديله علشان تصون عرضه بدل ما يروح يتلطم ويسأل من كل واحد وتكسفه، ولو كان لئيم تديله برضو علشان ما يزمكش قدام الناس ويقول يا ساتر انت راجل بخيل ده انا طلبت منه، يبقى انت في الحالتين كسبان. فهمت ازاي؟ ادي كلام سيدنا اسماء ابن خارجة، بيقول ما احب ان ارد احدا عن حاجة طلبها مني، لانه ان كان كريما اصون عرضه، فما يحتاجش انه يروح يسأل من كذا حد، وان كان لئيما اصون عنه عرضي، فأكفي نفسي شره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هكذا، كان لا يسأل شيء إلا ويعطي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم قالوا كده شعرا لم يقل لا قط إلا في تشهده، ولولا تشهده لكانت لأمه نعم صلى الله عليه وسلم. وقيل كان مورق العجل يتلطف في إدخال الرفق على إخوانه، يضع عندهم 1000 درهم فيقول أمسكوها عندكم حتى أعود إليكم، ثم يرسل إليهم أنتم منها في حل. أحيانا يبقى ليك صديق وفقير لكنه يتكسف ياخد منها لأنه قريب ليك وأنت ربنا موسع عليك وعايز تديله، فلو اديته يمكن يرفض، فيمكن يعمل إيه؟ يروح يزور أصدقائه دول الفقراء ويقول لهم شوفوا، يسيب لهم 1000 جنيه كده يقول لهم خلوا 1000 جنيه دي بتاعتي عندكم أمانة، شيلوها بس عشان رايح مشوار وهبقى أخدها منكم، وبعدين ياخدوه يشيلوها، وبعدين بعد اسبوع اتنين ما يروحش يتصل بيهم بالمحمول او بالتليفون يقول لهم على فكره الفلوس اللي سبتها اعتبروها بقى ايه انتوا في حل منها، خلاص انا الحمد لله اتصرفت. فهم ياخدوها بصنعه لطافه، سموها المصريين يقول لك خدوها بصنعه لطافه علشان ايه ما يحرجهمش يعني. فكان برضو ايه سيدنا مورق العجل هنا بيعلمك في الابواب دي إيه ازاي تتصرف مع الناس الصالحين الطيبين، ازاي تديهم وتنفق عليهم بدون ما تجرحهم. فهمت ازاي؟ كلها معظمها امثله في هذا المعنى. مش انت تقول يلا بركه يا جامع، ما بيرضاش اصلا، ما بيرضاش ياخد. ليه يا ابني ما تساعدوش ده صاحبك؟ قال لك اصل ما بيرضاش ياخد. طب ما احتاط انت احتال عليه، قول له يا سيدي خدها سنه وابقى سدها بعد كده براحتك، بعد سنه اثنين ثلاثه براحتك، يوم ما هيعرف انها سلف هياخد.
وبعد سنة اتنين انت ما عرفش يصدق، اقول له يا سيدي فاكر الدنيا اللي بتاع الزمن، اعتبر نفسك في حل منه، انا مش عايز وربنا يكرمك. تمشي الامور صح، مش ما تصدق انت بقى عشان تملى جيبك. بيقول قال قيل كان مورق العجل يتلطف في ادخال الرفق على اخوانه، يضع عندهم 1000 درهم فيقول امسكوها عندكم حتى اعود اليكم، ثم يرسل اليهم انتم منها في حل. وقيل لقي رجل من اهل منبك رجلا من اهل المدينه، منبك دي مدينه، فقال ممن الرجل؟ فقال من اهل المدينه، مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اطلقت المدينه كده وسكتوا يبقى هي المدينه، هي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، هي طيبه طيبه الله. فقال من اهل المدينه، فقال له لقد اتانا رجل منكم، يعني من اهل المدينه، يقال له الحكم بن عبد المطلب، فاغنانا. فقال له المدني، هو عارف الحكم بن عبد المطلب ده ما حلتوش الا جبته بس، ده يعني لا يملك في الدنيا الا الهدوم اللي لابسها. قال له غريبه قوي، اغناكم ازاي ده لا يملك الا الجبه اللي لابسها. فقال له المدني وكيف وما اتاكم الا في جبه صوف؟ فقال ما اغنانا بمال ولكنه علمنا الكرم، فعاد بعضنا على بعض حتى استغنينا. هو جاء راجل زاهد صالح، لما جاء قعد معاهم علمه الزهد وعلمهم الرضا، فالزهد لما تعلمه الاغنياء خرجوا من مالهم للفقراء، والرضا لما تعلمه الفقراء رضوا بما اقامهم الله فيه، فالكل استغنى. ادي المعنى، يبقى لما علمهم الزهد والرضا حل المشكله عندهم. فلما زهد الغني اعطى الفقير، ولما رضي الفقير بما قام الله لم يسال الغني، فيبقى اغناهم ولا ما اغناهمش؟ اغناهم. وده اسمه ايه؟ بذل او سخاء بالاخلاق. يبقى في سخاء قد يكون بالاخلاق، انك انت تبقى اخلاقك تجلس مع ناس باخلاقك تديهم احسن ما تديهم من مالك. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول لما سعى غلام الخليل بالصوفيه الى الخليفة امر بضرب اعناقهم. انت عارف ان الصوفية ليهم كلام مشتبه عند علماء الظاهر ما يفهموهوش. فلما غلام الخليل ابن احمد راح للخليفة نقل له شوية كلام، قال له دول زنادقة، دول بيقولوا كلام يشيب كفر، دي محنة اسمها محنة الصوفية ايام الامام الجنيد. فراح الراجل ايه فتن عندهم عند الخليفة، امر بضرب اعناقهم. لما نقل له كلامهم اللي هو يشتبه عند الناس العلماء الظاهر، قال لا لا ده دول يتقتلوا دول احسن. فعرض الكلام على القاضي، القاضي قال لا ده كده يبقوا كفار ارتد، فامر بضرب اعناقهم. فاما الجنيد فانه تستر بالفقه، الجنيد كان عالم فقيه، فلما جم يسالوه جاوبهم بالفقه بعلم الظاهر، هشام والرقام والنوري وجماعه، فقبض عليه فبسط النطع لضرب اعناقهم، يعني فرشوا الحاجه اللي هيضربوا اعناقهم عليه. فتقدم النوري فقال له السياف تدري الى ماذا تبادر؟ قال نعم. فقال نعم. فقال وما يعجلك؟ فقال اوثروا علي اصحابي بحياه ساعه. اهو ده نوع من الجود اهو، والسخاء بالعمر بقى، يجود بعمره كله. قال اوثروا علي اصحابي بحياه ساعه. فالسياف استغرب قوي، قال الجماعه دول؟ انا ما شفتش ناس قبل كده بالمنظر. فتحير السياف وانهى الخبر الى الخليفه، فردهم الى القاضي، فالخليفه قال له طب روح تاني حقق معاهم تاني يا قاضي، شوف الموضوع ليتعرف حاله. وكان القضاه ايامهم معتزله، كان انتشار الفكر المعتزلي كان منتشر، فده السبب ان هم كانوا عندهم نوع من القسوه في الاحكام. فردهم الى القاضي ليتعرف حالهم، فالقى القاضي على ابي الحسن الحسين النوري مسائل فقهيه، فابتدى يمتحنه، شوفوا عالم ولا مش عالم، فابتدى يساله مسائل فقهيه صعبه، فاجابه الكل، ثم اخذ يقول وبعد فان لله عبادا اذا قاموا قاموا بالله، واذا نطقوا نطقوا بالله، وسرد الفاظا وابتدى يعظ القاضي الشيخ النوري، فبكى القاضي، أبكى بها القاضي. فأرسل القاضي إلى الخليفة وقال إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم، فطلعهم براءه. كل ده ببركة الإثارة، أثر على نفسه ساعة، فخلى الراجل يتعجب فأوقف حكم الإعدام، وبعدين بعد كده أعادوا حكم تاني طلعوا براءه.
يبقى اي خلق كريم تجد له بركه وثمره تعود عليك وعلى الاخرين. وقيل كان علي بن الفضيل يشتري من باعة المحلة، فقيل له لو دخلت السوق فاسترخصت، فقال هؤلاء نزلوا بقربنا رجاء منفعتنا. يعني كان يشتري من الناس التجار اللي جايين جنبه، فبيقولوا له ما انت بتشتري من الناس اللي جنبك دول، دول بيبيعوا بسعر غالي شوية، طب ما تروح للسوق هتلاقي هناك بسعر الجملة، هتلاقي حاجة أرخص. قال لهم بقى دول جمل وفتحوا جنبنا هنا عشان يستفيدوا مننا، نقوم احنا نسيبهم ونروح نشتري من السوق؟ لا، احنا لازم ننفعهم. كرم. وعشان كده هو فهم معنى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول نهى عن تلقي الركبان. مش في احاديث كده الرسول بيقول نهى عن تلقي الركبان؟ مش كده برضه؟ وان يبع حاضر لباد وباد لحاضر. حاضر لباد، ان يبع ايه؟ باد لحاضر او حاضر لباد. ما يبيعوش لبعض الا جوه السوق. ليه نهى النبي عن تلقي الركبان؟ لانك انت لما هتتلقى الركبان اللي جايين بالتجاره على مشارف البلاد في الحدود مش عارفين اسعار السوق جوه ايه. فلما تيجي تتلقاهم يا اما هتشتري منهم ارخص قوي فتغبنهم، او قد تشتري انت منهم غالي على اعتقاد ان في السوق البضاعه دي مش موجوده فتظلم نفسك. فالاحسن تستنى لما البضاعه توصل للبلد ويبقى المساله عرض وطلب، عشان لا تغش نفسك ولا تغشهم. فهمت ازاي؟ فهم فهموا معاني الاحاديث دي اللي انت بتقراها في كتب المعاملات، حولها بعد ذلك الى سلوك. فالناس اللي فاتحين جنبه جنب بيته يشتري منه، طب ليه ما بتروحش السوق؟ هتشتري ارخص. يقول بقى دول فتحوا جنبنا عشان ينتفعوا بينا، نقوم احنا نخونهم ونروح نشتري من السوق ونضيع المنفعه. شفت المعنى ده؟ خد بالك من المعنى الحلو ده. فلما تقعد تفاصل مع التاجر لما تنشف ليه. فقال هؤلاء نزلوا بقربنا رجاء منفعتنا. وقيل بعث رجل الى جبل بجارية، جبل بن سحيم يعني، بعت له جارية يعني تخدمه ملك يمين، بعت له هدية، اشتراه من سوق الرقيق وبعت له هدية. وكان بين اصحابه، وكان قاعد بين اصحابه حوالي 60-70 واحد من اصحابه عادة. فقال قبيح ان اتخذها لنفسي وانتم حضور. والله عيب ان انا اخد الهديه دي لوحدي، لو كانت اكله كنت اكلتكم معايا، لكن دي يعني هنطبخها بقى وما ينفعش. قبيح ان اتخذها لنفسي، ان اتخذها لنفسي وانتم حضور، واكره ان اخص بها واحدا وكلكم له حق وحضور. مش مقول انا اخد واحده واحد فيكم واقول له خد دي بدالي، وبعدين البي يقول اشمعنى ده لا واشمعنى ده، فعمليه صعبه وما اقدرش اقسمها بينكم لانها لا تحتمل القسم. وكانوا 80، فامر لكل واحد بجاريه او وصيه. فراح بعت في السوق اشترى لكل واحد من الضيوف جاريه او خادم ذكر حسب اختياره. يعني الهديه اللي جات له غرمته. واخد بالك؟ ليه؟ لانه كرم. يعني ايه استقبل؟ ازاي هو يقبل الهديه ويخص نفسه دون اصحابه؟ فراح شرى لكل واحد من اصحابه زي الهديه اللي جات له. اتعلموا الكرم. لان لو اتعلمت الكرم هتعيش مستريح وتخلص من هم الرزق وهم الخلق، لان هم الرزق وهم الخلق وحب الدنيا التلاتة دول حجب يحجبون الانسان عن الترقي في مقامات الله عز وجل. هم الرزق وهم الخلق وحب الدنيا، لو اتولدت منهم يا تبقى ولي، ولي مش اي ولي كده، ولي كبير. هم الخلق وهم الرزق وحب الدنيا، نسأل الله أن يخرجنا من هذه الظلمة. وقيل عطش عبيد الله بن أبي بكرة يوما في طريقه فاستسقى من منزل امرأة. واحد ماشي من الناس الصالحين عطش، ما كانش بقى فيه بقى قهاوي ولا حاجات كده في السكة ولا محلات مفتوحة، فراحوا خبطوا على أي بيت، فاستسقى من منزل امرأة فأخرجت له كوزا وقامت خلف الباب وقالت تنحوا عن الباب وليأخذه بعض غلمانكم، عشان يعني محرجة ان الرجالة تشوفها. فقالت ايه؟ انتوا ابعدوا عن مواجه الباب عشان ما تشوف ما يشوفوهاش يعني، ويجي طفل من عندكم ياخد الكوزة. فاني امرأة من العرب مات خادمي منذ ايام، لاني ما عنديش خادم ابعت لكم الكوز معايا، وانا مات الخادم بتاعي منذ ايام.
فشرب عبيد الله الماء وقال لغلامه اللي خد الكوز احمل الي 10,000 درهم، كوز مية 10,000 درهم. فقالت سبحان الله تسخر بيه، هي افتكرته ان هو بيسخر بيه، مش متصوره ان كوز مية ده يعني هتبقى 10,000 درهم. فهو فهم ان هي مش عاجبها العشر تلاتة، يعني هو بيتكلم من منطق الكرم وهي بتتكلم من منطق العرف العام ان المية دي ملاش قيمة ما يتفقش فيها المبلغ ده. هو بقى منطقه الكرم، فلما لقاها بتقوله هتسخر بيه، يعني قالت له يعني 10,000 بس، هو فهم كده. فقال احمل الي 20,000 درهم، المهم نرضيها وخلاص. فقال اسال الله تعالى العافيه، يعني يا ساتر على الناس اللي جايه تتريق علينا على الصبح، هي فاهمه انه ما زال بيسخر بيه. فقال يا غلام احمل الي 30,000 درهم بقى وكفايه خلاص. فردت الباب وقالت اف لك، يعني كل ده فاهمه انه هو بيسخر بيه. فحمل الي 30,000 درهم فاخذتها، فما امست حتى كسر خطابه، كانت لسه ما اتجوزتش، فلما بقى معاها مال يلا كله خبط عايز يتجوز، المفلسين كتير كل زمن الحمد لله. وقيل الجود إجابة الخاطر الأول، الجود إن أول ما يجي لك خاطر كده نفقة أو خاطر خير تجاوبه على طول ما تأجلوش، لأن الخواطر أربعة، خاطر رباني من محل اسمه القهار، ليه يقهرك؟ ليك مجبر ليه؟ بتعمل ليه كده؟ تقول مش قادر ما اقدرش ما اعملش، تلاقي نفسك مجبر. الخاطر الرباني قاهر كده. وفي خاطر ملكي بيجي بالخير لكن على سبيل الاختيار، يجي لك وزع خير كده في نفسك لكن ممكن تأجله، ممكن يعني تلغيه خالص، ما تعملوش، تغيره، أي حاجة، نفس الخاطر الملكي. وفي خاطر شيطاني ده يجي للإنسان ينزع إلى الشر، أي شر، أي معصية، هو عايزك الشيطان على أي معصية، مش شرط معصية معينة، فده يسموه شيطان. وخاطر نفساني ده تلاقيه خاطر شهواني لمعصية معينة بيزن عليها بالظبط. زي العيل الصغير يقعد إيش؟ يقعد إيه ماسك في إيدك كده ويتنطط شوكولاتة شوكولاتة شوكولاتة، هي شوكولاتة. لو جبت له إيه؟ مش هيفضل لما يجيب له شوكولاتة. لو قلت له بسبوسه لا، يقول لك شوكولاته. يا ابني طيب خد شيبسي، لا اي شوكولاته. او النفس كده زي الطفل كده، والنفس كالطفل مش كده برضه؟ زي الزن كده، زن على حاجه معينه ما تبطلش، يبقى ده خاطر نفساني. اما تلاقي نفسك بتزن على حاجه معينه مش عايزه تسيبها، اعرف ان ده خاطر نفساني. اما تكون نفسك بتزن على حاجه، اي حاجه ولكنها مش خير، اعرف ان ده شيطان، لانه عايزك مقصر وخلاص. ولما تلاقي نفسك بتطلب منك اي خير تعمله اي حاجه، اعرف انه ده ملكي. لما تلاقي نفسك مقهوره لعمل خير معين ما تعرفش تعمل غيره، اعرف ان ده رباني. يبقى الخواطر اربعه، واضح؟ فبيقول لك ان الجود انك تمشي مع اول خاطر خير يجيلك، سواء رباني او ملكي، اول خاطر خير يجيلك امشي وراه على طول مخافة انه يتغير. فهمت ازاي؟ وقيل الجود اجابة الخاطر الاول. سمعت بعض اصحاب ابي الحسن البوشنجي رحمه الله يقول كان ابو الحسن البوشنجي في الخلاء، فدعا تلميذا له وقال له انزع عني هذا القميص وادفعه الى فلان. فقيل له هل صبرت حتى تخرج من الخلاء؟ يعني في الكابينين، في اكثر من الكابينين، طب ما ياجلها اما يطلع. هو جاله خاطر وهو في الكابينيه ان فلان ده ما عندوش قميص والدنيا برد، جاله الخاطر ده، ما استناش اما يطلع من الحمام، قال له نادى الغلام بتاعه قال له انزع عني القميص واديه لفلان، قال له طب ما تصبر يا اخي ما تطلع يا اخي. قال هلا صبرت حتى تخرج من الخلاء؟ فقال لم امن على نفسي ان يتغير علي ما وقع لي من التخلف منه بذلك القميص، لانه ممكن نيته تتغير. وقيل لقيس بن سعد بن عبادة هل رأيت أحدا أسخى منك؟ فقال له نعم،
كان قيس بن سعد بن عبادة مشهور انه هو من اسخياء العرب، فبيقولوا له طب انت شفت واحد اكرم منك يعني؟ قال هو نزلنا بالبنية على امرأة فحضر زوجها فقالت له انه نزل بك ضيفان، فجاء بناقة ونحرها جبل وذبحه، وقال شأنكم بها، قولوا اللي انتوا عايزين سابوا لهم الدبل. فلما كان بالغد جاء بأخرى ونحرها، ما كانوش لسه خلصوا الجمل بتاع امبارح، جاب لهم ناقة تانية ونحرها وقال شأنكم بها. فقلنا ما أكلنا من التي نحط لنا البارحة إلا اليسير، ده لسه بقى كتير ده تكفينا شهر. فقال إني لا أطعم أضياف الغاب البايت، يعني ما أكلش أنا الضيوف بتاعي حاجة بايتة طازة بطازة كده على طول. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل كذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا له 100 دينار في بيته، طب وقالوا كده هدية يعني مقابل حسن ضيافته، سرة كده فيها 100 دينار. وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه، ما انتظروش لما يجي عشان لحسن ما يقبلش السر، فهم؟ فراحوا استنوا وهو خرج يعمل حاجة وراحوا سايبين له 100 دينار وشكروا امرأته، قال لهم لما يجي اشكره له، وخرج ومضينا. فلما متع النهار، لما طلع النهار بعد الفجر كده بشوية، إذا نحن برجل يطيح خلفنا، قفوا أيها الركب اللئام أعطيتموني 8 قراي، يعني الجري وراه ويشتمه يقول لهم يا لؤمة بقى سايبين لي 8 إكرامي ليكم وأنتوا ضيوفي، ده أنتوا لؤمة صحيح ورايح يشتمه. قفوا أيها الركب اللئام أعطيتموني 8 قراي ثم إنه لحقنا وقال لتأخذنه وإلا طعمتكم برمح هذا، فأخذناه وانصرف. فأنشأ يقول وإذا أخذت ثواب ما أعطيته فكفى بذاك النائل لنائل تكديرا. ابتدى هو ماشي بقى بعد ما أداهم الفلوس يقول الشعر ده، وإذا أخذت ثواب ما أعطيته فكفى بذاك لنائل تكديرا، يعني لو خدت ثواب الكرم ده هو ده التكدير صحيح، فأنت بتعمله لله. يا سلام لو المصريين يفهموا الحكاية دي هتلاقي الحياة ترخص، والله الحياة كلها هترخص. تصور انت كده رايح تشتري حاجة وراجل يقولك اللي تدفع، ايه ده ايه ده، احنا فين ده، في الجنة؟ حاجة جميلة. ولا رايح تخطب بنت ولا يقولك يا سيدي اللي تدفعه، اللي معاك معاك واللي معاكش، مش هتلاقي بنت مش متجوزة، كله يتجوز على طول ولا شاب. الحكاية تبقى سهلة، حاجة سهلة خالص، لكن الحرص على الدنيا كل واحد عابد على عظمة مش عايز يسيبها. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول دخل أبو عبد الله الروزباري دار بعض أصحابه فوجده غائبا وباب بيت له مقفل. أبو عبد الله الروزباري ده كان راجل من العلماء الصالحين الكبار، وكان ليه واحد صاحبه ما عارفه يعني، فماشي لقى باب بيته مقفول بالقفل فقال صوفي وله باب بيت مقفل، خايف على ايه ده، قافل على ايه ده، المفروض صوفي مش خايف على حاجه خالص، هو ده بقى هو دي المصيبه الصحيحه، صوفي وله باب بيت مقفل اكسروا القفل. هو عارف انه صاحبه مش هيزعل من تصرفه، عشان كده هو بيتصرف بايه؟ بقلب جامد. اكسروا القفل، فكسروا القفل، وامر بجميع ما وجد في الدار والبيت وانفذه الى السوق وباعوه. باعوا كل اللي في البيت كمان، والراجل لسه ما جاش. ده لو عملوا فيك كده دلوقتي هتبلغ البوليس. لكن مسألة تانية عشان تعرف انت بتقرا لمين بس. دول علماء اكابر اولياء، الدنيا رخصت في قلوبهم. وهو عارف ان صديقه كده، عشان كده اتصرف في ماله في غيبتي وهو ايه متأكد ان هو مش هيزعل، واصلحوا وقتا من الثمن، وخدوا كمان الثمن ده جابوا شوية اكل وشرب وقعدوا ويشربوا وقعدوا في الدار فدخل صاحب المنزل ولم يمكنه ان يقول شيء، دخل لقاهم قاعدين بياكلوا ويشربوا وكل الكراسي والسراير والتواليف بيعوا، الله قاعدين على البلاط، شافهم بالمنظر ده.
وشاف الشيخ قاعد وهو عارف الشيخ صديقه سكت ما رضاش يتكلم. فدخلت امرأته بعدهم الدار وعليها كساء، فدخلت بيتا ورمت الكساء وقالت يا أصحابنا، هذا أيضا من جملة المتعفى بيعون. لما رجعت مراته وشافت المنظر كانت لابسه البلطو بتاعها أو العباية بتاعتها، راح دخل حجرة كده واستخف وقلعت العباية ونوتها لهم، لهم ده كمان من متاع بتروحوا بيعوه كمان. فقال الزوج لها لما تكلفت هذا باختيارك؟ طب وانت عملت ليه كده؟ هم قالوا لك. فقالت له اسكت، مثل هذا الشيخ يباسطنا ويحكم علينا، يعني متعشم فينا وفاهم ان احنا ناس زهاد وناس صالحين فلازم نبقى زي ما هو متصور ولا يدل علينا يعني، ويبقى لنا شيء ندخره عنه، بقى هو يبقى معشم فينا خير ويحسن فينا الظن وبعدين احنا كمان ندخر عنه شيء. شفت النساء مش تضرب بالصوت وتلم الجيران وتبلغ البوليس، لا حاجة تانية، لان الدنيا رخيصة عندهم، الدنيا فهموا انها رخيصة خالص لان هي رخيصة فعلا، هم دول اللي فهموا. وقال بشر بن الحارث النظر الى البخيل يقتل القلب، طبعا لان يعلموا الحرص على الدنيا، يا على الحرص ده اذل الحرص وعناق الرجال زي ما بيقول. وقيل مريض قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد اللي احنا ايه صاحب القصة اللي فاتت اللي هو بتاع ايه بتاع المرأة اللي حضر زوجها وكان من حضرهم ناقة كل يوم، فهنا قيس بن سعد بن عبادة مرض، فاستبطأ اخوانه يعني هو راجل كريم وطول عمره جواد وبعدين عيب ونايم في بيته وما بيصليش في الجامع بقاله مدة وما لقاش حد يزوره، الله غريب قوي ايه اللي جرى ده الناس كلها بتحبني. فسأل عنه فقيل له انهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، من كتر ما انفقت عليهم مديونين لي، فمكسوفين يجوا يعودونك وهم ما عندهمش امكانيه يدفعوا لك اللي خدوه منك. فقال اخذ الله مالا يمنع الاخوان من الزياره، ثم امر من ينادي من كان لقيس عليه دين فهو منه في حل براء، فكسرت عتبته بالعشي لكثره من عاده. ففضلوا الناس بقى رايحين جايين يزوروه لحد ما عتب بيته اتكسر من زحمه الناس. وقيل لعبد الله بن جعفر انك تبذل الكثير اذا سئلت وتضن في القليل اذا نجزت، يعني بيقول لهم انت بتبذل الكثير لما بتسال ولما بتيجي تتناقش في مساله متعلقه بالعقائد والدين ما تتنازلش تنازل ابدا. فقال اني ابذل مالي واضن بعقلي، ابذل مالي واضن بعقلي. وقيل خرج عبد الله بن جعفر الى ضيعه له فنزل على نخيل قوم، يعني كان رايح لايه؟ للعزبه بتاعته بلغه المصريين، العزبه بتاعته او الارض بتاعته. فنزل على نخيل قوم فاستراح في النص كده عند قوم عندهم نخل في الطريق، وفيها غلام اسود يعمل فيه، وفي النخل ده غلام اسود يشتغل فيه. اذ اتي الغلام بقوته اللي هو اكله بتاع اليوم يعني. فدخل كلب الحائط اللي هو البستان نفسه، لانه بيبقى متحوط بايه؟ بسير كده او سور فسموه حائط عشان. فدخل كلب الحائط ودنا من الغلام، فرمى اليه الغلام بقرص، كان قوت الغلام ثلاث راس كده يعني ثلاث عيش اي حاجه قرص، ده القوت بتاعه طول اليوم. فدخل الكلب فرمى الغلام له بقرص فاكله الكلب ميت من جوع، ثم رمى اليه بالثاني والثالث فاكله، وعبد الله بن جعفر ينظر اليه فقال له يا غلام كم قوتك كل يوم؟ انت بتاخد قد ايه اكل كل يوم؟ قال ما رايت، هم دول ثلاثه دول ثلاث وجبات كل يوم، اكل قرصه الصبح والظهر وبالليل، اداهم كلهم للكلب. قال فلما اثرت هذا الكلب؟ قال ما هي بارض كلاب، الارض اللي احنا فيها دي ما فيهاش كلاب، وده كلب غريب ابن سبيل جاي لنا من اخر الدنيا ميت من جوع، هنسيبه يعني يضيع هنا؟
ما هي بأرض كلاب، إنه جاء من مسافة بعيدة جائعة فكرهت رده. قال فما أنت صانع اليوم؟ طب أنت هتعمل إيه النهاردة؟ هتاكل إيه؟ فقال له أطوي يومي هذا، هعدي اليوم النهاردة من غير أكل وبكرة بأكل أكل النهاردة وبكرة. فقال عبد الله بن جعفر أألام على السخاء، يعني الناس بتلومني على السخاء، إن هذا لأسخى مني، ده الولد الطفل ده العبد الأسود ده أسخى مني. فاشترى الحائط والغلام وما فيها من آلات فأعتق الغلام ووهبها له. شفت بقى السخاء كرم كبير، طالما أنت مع الله اعرف أن الله معك. الغلام ده عشان مع الله في كل كبد رطبة أجر، ربنا إيه وقعه في مين؟ وقعوا في راجل سخي علشان يشتري له الحائط ده ويديه له هدية. شفت؟ ما هو كان ممكن يوقعوا في واحد تاني ما يفهمش المعاني دي ويسيبه يمشي، لكن علشان هو بيعامل ربه، ربنا كريم. وقيل أتى رجل صديقا له ودق عليه الباب، فلما خرج إليه قال لماذا جئتني؟ قال لأربعمائة درهم دين ركبتني. واحد راح لصديقه وخبط عليه بابه، فقال له جيت لي ليه؟ من ورا الباب ما فتحوش. قال له انا اصلي ركبني ديون على 400 درهم، فراح داخل الدار على طول ووزن له 400 درهم واخرجها اليه ودخل الدار باكيا. فقالت له امراته هل تعللت حين شق عليك الاجابه؟ اذا كان المبلغ كبير طب ليه كنت اعتذرت وقول له ما عنديش النهارده، عدي عليا بعد شهر ولا حاجه، طب بتعيط لي؟ فقال انما ابكي لاني لم اتفقد حاله حتى احتاج الى مفاتحتي به. بيبكي بمعنى تاني، ان هو ساب صاحبه مش دريان عن احواله لدرجه انه راح يطلب منه. شفت المعاني الحلوه دي؟ وقال مطرف ابن الشخير اذا اراد احدكم مني حاجه فليرفعها في رقعه، يعني في كتاب كده، فاني اكره ان ارى في وجهي ذل الحاجه. يعني مش عايز اشوف واحد يطلب مني من بالمواجهه، لكن اللي عايز مني حاجه يكتبها لي في ورقه بس. وقيل اراد رجل ان يضار عبد الله بن العباس. عبد الله بن العباس كان مشهور بالكرم في عصره وفي المكان اللي هو عايش فيه. فواحد من الناس السخفه باهل الحي قال طب والله النهارده لا اعمل فيه مقلب، مش هو كريم بقى وعامل لي كريم فيها؟ فراح لما عليه اهل البلد قال لهم ايه؟ قال لهم عبد الله بن العباس عازمكم النهارده على الغداء، وهو ما يعرفش. ولف على البلد بحاله. فأتى وجوه البلد وقال لهم يقول لكم ابن العباس تغدوا عندي اليوم. فأتوه. فالراجل قاعد في داره بص لقى ايه افواج جايه، يفتح ويخش، يفتح ويخش، افواج ورا افواج. ايه الشغلانه؟ ما يعرفش. فأتوه فملأوا الدار. فقال ما هذا؟ فأخبر الخبر، قالوا له مش أنت بعت لنا فلان ده يقول لنا أنتوا هتغدينا النهارده؟ فأمر بشراء الفواكه في الحال، وأمر بالخبز والطبخ وأصلح أمرا، فلما وقدم لهم الفاكهة الأول يتفكوا على ما إيه الطبيخ يخلص. فلما فرغوا قال لوكلائه اللي هم الصبيان بتوع الخدام أموجود لنا كل يوم هذا؟ يعني إحنا عندنا مال يكفي نأكل الناس دي كل يوم؟ فقالوا نعم. فقال فليتغدى هؤلاء كلهم عندنا كل يوم، يبقى ادام عندنا احنا يبقى كل يوم تعالوا اتغدوا عندنا. عملها سبيل. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول كان الاستاذ ابو سهل الصعلوقي يتوضا يوما في صحن داره، فدخل اليه انسان وساله شيئا من الدنيا ولم يحضره شيء، فقال اصبر حتى افرغ. فصبر، فلما فرغ قال له خذ القمقمة وافرغ. يعني كان بيتوضا من القمقمة كده اللي هو الابريق، يعني ما حلتوش في داره الا ابريق. راجل كريم كل ما حد يساله حاجه يديه، فبقى قاعد ما عندوش الا الام. فراجل بيساله حاجه قال له طب استنى ما اخلص وضوء، بعد ما اخلص وضوء قال له خد الام دوت وامشي. فاخذها وخرج. خاف بقى اهل بيته يجوا يلوموه، حتى الام هتتوضى ازاي؟ هيتخانقوا معاه. فخاف. ثم صبر حتى علم انه بعد، فصاح وقال دخل انسان واخذ القمقمة، اتسرقنا. انا سامع بس هو اللي اداه. وقال دخل انسان واخذ القمقمة فمشوا خلفه فلم يدركوه. ويبقى كده هو اخفى الصدقة
وايه وتخلص من ايه من لوم اللائمين. وانما فعل ذلك لان اهل المنزل كانوا يلومونه على كثرة البذل. وسمعته يقول وهب الاستاذ ابو سهل جبته من انسان في الشتاء، هو برضه ابو سهل الصعلوكي نفسه، واحد برضه طلب منه والدنيا شد الجبه بتاعته اللي بيتدفى بيه، فراح مديها له. وكان يلبس جبه النساء، يلبس جبه مراته حين يخرج الى التدريس للناس، يلبس جبه حريمي ويقعد في التدريس، ما حلتوش الدنيا شد، اذ لم تكن له جبه اخرى. فقدم الوفد المعروفون من فارس، فيهم من كل نوع امام من الفقهاء والمتكلمين والنحويين، جبة وفد كبار يعني ناس ولي هيئة من فارس ليزوروا البلد، وهو اصلا اعلم واحد في البلد فالمفروض هو يقابلهم. فارسل اليه صاحب الجيش ابو الحسن وامره بان يركب للاستقبال، فلبس درعة فوق تلك الجبة التي للنساء، لبس اي ستارة كده يخبي جبة النساء بس عشان هيقابل الوفد، وركب. فقال صاحب الجيش انه يستخف بي امام البلد يركب في جبة النساء، ثم انه نظرهم اجمعين فظهر كلامه على كلام جميعين في كل فن. يعني ربنا اظهره بقى، لان الانسان ايه يعني بحقيقته مش بلباسه، يقول لك الانسان تحت طي لسانه لا طي لسانه. فهمت ازاي؟ يعني عجائب اللغة، جمال اللغة كده، يلعبوا في اللغة. الطي لسان اللي هو ايه؟ الزينة بتاعتك، الشال يعني. فالإنسان تحت طي لسانه لا طي لسانه. فالإنسان بلسانه مش بلباسه يعني. وسمعته يقول لم يناول الأستاذ أبو سهل أحدا شيئا بيده. أبو سهل الصعلوقي ده برضه لما كان حد يسأله حاجة ما يدهاش يديهاله باليد. وكان يطرحه على الأرض ليأخذه الآخذ من الأرض، يعني حطه كده وقول له خذ. وكان يقول الدنيا أقل خطرا من أن أرى لأجلها يدي فوق يد أحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني هو حتى مش شايف نفسه أفضل من الآخذ، خايف لحسن تبقى هي يده العليا ويبقى هو بنص الحديث أفضل من اليد السفلى، فكان يتركه على الأرض كده، مش يرميه يعني في وش، لا حطه على الأرض يقول له تعالى خذ أهو قدامك. وقيل كان أبو مرثد رحمه الله أحد الكرام فمدحه بعض الشعراء. أبو مرثد كان برضه من كرماء عصره، فجاء شاعر إيه مدح، وكان عدد الشعراء زمان لما يفلس خالص يألف قصيدة يمدح فيها واحد كريم يقوم يقبض قرشين يصرف عليها، ما هو ما يملكش إلا لسان، سمعته كده الكلام. فراح بقى قالوا له مين، سأل مين الكريم في المنطقة دي، قالوا له أبو مرثد. فراح مألف قصيدة شعر حلوة كده مدح فيه وراح قاعد ألقاه. أبو مرثد ما حلتوش حاجة، مش لاقي حاجة يديها. فقال ما عندي ما أعطيك، ولكن قدمني إلى القاضي، روح للقاضي واشتكيني وادعي علي 10,000 درهم، وقول للراجل ده واخد مني 10,000 درهم، وأنا قدام القاضي هأقر وأعترف وأقول أه، يقوم يسجنني، تقوم العيلة بتاعتي تعرف، تقوم تسدد لك العشرة. شفت الكرم بقى؟ فقال ما عندي ما اعطيك، ولكن قدمني الى القاضي وادعي علي 10,000 درهم حتى اقر لك بها، ثم احبسني فان اهلي لا يتركوني مسجونا. ففعل ذلك فلم يمسي حتى دفع اليه 10,000 درهم وخرج من السجن. وقيل سال رجل الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه شيئا فاعطاه. سيدنا الحسن بقى وارث الجود والكرم كله من جده النبي ومن ابيه سيدنا علي بن ابي طالب. سألوا شيئا، قال له اديني حاجه لله، فاعطاه 50,000 درهم و500 دينار، وقال ائتي بحمال يحمله لك، وهات كمان شيال يشيله. فاتى بحمال فراح مديله الطيلسان الشال بتاعه سيدنا الحسن، يعني دليل انه كان اداله كل ما يملك من مال، لان لو كان عنده مال كان دفع اجره الشيال، ده دليل انه اداله كل اللي عنده في البيت. وبعدين راح مدي كمان الشال بتاعه اجره للحمال، وقال يكون كراء الحمال من قبلي وكمان اجره الحمال من علي. شفت بقى الكرم؟ انت عرفت منين ان هو اداله كل اللي عنده؟ انه ما لقاش فلوس ثانيه يدفعها للحمال، فاداله ايه؟ الطيلسان بتاعه.
ده بيت الكرم كله، مش نازله فيهم الايه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا في سيدنا علي وامنا سيدنا فاطمه رضي الله عنهما. وسالت امراه ليس ابن سعد، عالم مصر المشهور المدفون بجوارنا هنا ليس ابن سعد مشهور، وكان من كبار التجار الاغنياء في عصره، وكان لما يروح يحج يحج سنويا، وكان يملى سفينه باخره كامله كل اللي راكبين معاه من اهل مصر على حسابه، الحج رايحين جايين واكلين شاربين كله على حسابه كل سنه. وكان يقابل الامام مالك وكان يعطي الامام مالك نفقه سنه، لان الامام مالك كان متفرغ للعلم في المدينه وكان من اقرانه صديقه، فكان ياخد معاه مال كمان من مصر يدي للامام مالك نفقه سنه هديه لما يروح يزور النبي في المدينه. فسيدنا ليس بن سعد لم تجب عليه الزكاه سنه واحده، بالرغم غناه ده لم يجب عليه الزكاه عام واحد. ليه؟ لانه ما كانش يجيله مال يحول عليه الحول من كثره النفقه، ما كانش يجيله نصاب يحول عليه الحول. وسالت امراه ليس بن سعد سكرجه عسل، سكرجه عسل يعني طبق صغير كده اللي بتحط فيه السلطه، ده يسموه سكرجه. قالت له بس املا لي الطبق ده شويه عسل. فقيل له في وقال فقيل له في ذلك فقال انها سالت، فامر لها بزق من عسل. هي جايبه له الطبق الصغير فادها ايه؟ يعني برميل عسل ولا زلعه عسل. فقيل له في ذلك فقال انها سالت على قدر حاجتها ونحن نعطيها على قدر نعمنا. يعني على قدر ما انعم الله علينا ووسع احنا نديه على قدر ما ربنا وسع علينا. هي بتسال على قدر حاجتها واحنا نديها على قدر نعم الله علينا. وقال بعضهم صليت في مسجد الاشعث بالكوفه الصبح اطلب غريما لي. غريم يعني ايه؟ يعني مدين، يعني مدين، يعني واحد كان واخد منه فلوس وما سدهالوش. فراح لمسجد الاشعث بالكوفه يصلي الصبح عشان يطلب الراجل اللي هو ايه هياخد منه دايما. فلما سلمت سلم من صلاه الصبح وضع بين يدي كل واحد حله ونعلين. كل واحد من المصلين اتحط قدامه حته قماش، يعني حله يعني ايه قطعتين قماش، قطع علويه وقطع سفليه يسموها حله، ونعلين هي هتبقى نعلان بقى عشان معطوفه على نائب فاعل في نسخه ونعلان يعني هي اصح. وكذلك وضع بين يدي وحطوا قدامه كمان هو مش من اهل المنطقه يعني غريب عن المنطقه. فقلت ما هذا؟ فقالوا ان الاشعث قدم من مكه فامر بهذا لاهل جماعه مسجده. قالوا له الاشعث جاي من الحج وجايب هديه لاهل المسجد بتوعه كله، جايبها هدايا معاه من الحج. فقلت انما جئت اطلب غريما لي ولست من جماعتي، انا مش من الجماعه. فقالوا هو لكل من حضر. وقيل لما قربت وفاة الشافعي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال مروا فلانا يغسلني، الامام الشافعي قال اطلبوا فلان هو ده اللي يغسلني. وكان الرجل غائبا فلما قدم اخبر بذلك فدعا بتذكرته، يعني بدفتر الامام الشافعي اللي بيكتب فيه مصاريفه، الظاهر الراجل ده كان صديق الامام الشافعي وعارف يعني احواله، فقال طب هاتوا الدفتر بتاعه اللي بيكتب فيه المصاريف بتاعه. فوجد عليه 70,000 درهم دينا فقضاها وقال هذا غسلي اياه، يعني كان الامام الشافعي يقول اطلبوا فلان يغسلني من ديني، يعني لانه صديقه يعرف ان هو راجل ايه من اهل البذل يعني. وقيل لما قدم الشافعي من صنعاء الى مكه، والامام الشافعي اشتغل قاضي في مكه فتره في اليمن فتره ورجع باموال كثيره معاه بقى، كان عقد عمل بقى، جاله عقد عمل لليمن واشتغل وجاب فلوس كتير، فرجع مكه معاه اموال كثيره. كان معه 10,000 دينار، فقيل له تشتري بها قنيه؟ قالوا طب ما تشتري بها حاجه تقتنيها، حته ارض، حته بيت، حته بتاع، يعني اي حاجه تستفيد بيها. فضرب خيمته خارج مكه وصب الدنانير، فكل من دخل عليه كل واحد جاي يجي يسلم عليه يديله ايه شويه من دنانير المال.
كان يعطيه قبضة قبضة، فلما جاء وقت الظهر قام ونفض الثوب ولم يبق شيء، لأنه كانوا زهاد كبار دول فاهمين الدنيا. ما هي دي القنية الحقيقية، انك انت تشتريها عند الله. طب ما انت هتشتري دار في الدنيا، ما تحسبها تتهد والدنيا كلها حسب. لو عايز حاجة تبقى والإمام الشافعي فاهم، الإمام الشافعي مش ده، انت اللي مش فاهم، الإمام الشافعي فاهم، لأنه هو لما قالوا له اشتري قنية قال خلاص أنا هشتري قنية، هشتريها عند الله بقى حيث لا تفنى. فراح إيه تصدق بيها للناس كلها وخرج معهوش حاجة. وقيل خرج السري يوم عيد فاستقبله رجل كبير الشأن فسلم السري عليه سلاما ناقصا، يعني سلام ما فيهوش بشاشة كبيرة كده، السري سقط خال سيدنا الجنيد. فقيل له هذا رجل كبير الشأن، فقال قد عرفته، ولكن روي مسندا أنه إذا التقى المسلمان قسمت بينهما 100 رحمة، 90 لأبشهما، فأردت أن يكون معه الأكثر. ما كانش معاه فلوس يكرمه بالأموال، فأراد يكرمه بالعلم ده، يعني هو معهوش يكرمه بالمال، وجاي له راجل عايز يكرمه يقدم له حاجة. فلما قابله ببشاشة أقل شوية، قال عشان يكون هو أبش مني فيبقى على حسب الحديث ياخد هو 90 رحمة وانا اخد انا 10. وقيل بكى امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوما، فقيل له ما يبكيك؟ فقال لم يأتني ضيف منذ 7 ايام واخاف ان يكون الله تعالى قد اهانني. اصل معروف ان البيت اللي فيه ضيفات ليه مكرم، عشان كده احنا شفنا اجدادنا وابائنا كل بيت كنا نخش في ابائنا، وكلكم كده اسأل أباك وأجداد، أي بيت زمان في مصر كان فيه حجرة اسمها حجرة الضيوف مقفولة، دي فيها سرير وفيها دولاب وفيها كل حاجة، مش كده برضو؟ أجدادنا كلنا كده، وأنتوا كده برضو مش أنا بس. ليه بقى؟ لأنه كانوا علماء كانوا يحبوا يضيفوا الناس، يجي له ضيف من البلد نازل يتعالج في القاهرة ولا حاجة، يقعد ما يقعدش في فندق، يقعد في فندق إزاي؟ يقعد في فندق، يقعد عنده في الحجرة دي يتعالج وياخد حظه من العلاج، او يجيب بضاعة، او جاي مثلا يعمل مشوار ينام عنده ويأكله ويشربه وبعدين يمشي. ينزل من هنا تبص تلاقي جاله ضيوف تاني، تلاقي حجرة ايه ما بتبطلش، فتلاقي البيوت كلها مكرمة بسبب الضيوف. فهمت ازاي؟ عشان كده كانوا زمان كده. انما الوقت بقى خلاص بطل، يجي الضيف تقول له تشرب شاي ولا يتعب لك بطنك؟ ايوه لا إيثار في الخير. أيوة في القربات. يعني قد يتعارض. لكن هو فهمها في هذه اللحظة بفهمها. أنا معاك. لكن هو فهمها في هذه الحالة أراد أن يؤثره لأنه ما عندوش ما يطعمه. فأراد يؤثره، لكن هذا ليس خلقه في كل الأحوال. فعايزين نعيد تاني حكاية محبة الضيوف دي وإكرام الضيف والأخلاق الإسلامية الجميلة دي اللي كانت موجودة مع أجدادنا وأبائنا من أيام الصحابة، واللي أنشأها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل لواءها سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ عمل إيه سيدنا إبراهيم؟ كله ضيوف، ما خدش بقى رأيهم أنتوا جعانين ولا مش جعانين، ده راح لعجل وتخين سمين وراح شواه، شوى العجل كله، مش خلوهم منه 2 كيلو ولا الكبدة، ده شوى العجل كله. اتعلم الكرم، جاي له ضيوف بسيطة 4 5 يروح عامل لهم عجل. طب يا عم اعمل انت بس ولو بطن، طب فرخ، المهم يعني اتعلم الكرم من الكرماء. فربنا يجعلنا كده من كرام عباده لديه، ويجعلنا كرماء مع عباد الله عز وجل. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال زكاة الدار أن يتخذ فيها بيت للضيافة. دي زكاة الدار، تقوم تنمو تلاقيها باستمرار نامية في نمو. وعشان كده المصريين يقول لك ايه، عمر بيت الكريم ما ينضاف. مش كده؟ المصريين دول أصلهم ليهم أمثلة قوية لأنها جربوها على مر العصور. وقيل في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، قالوا مكرمين ليه؟ قيل قيامه عليهم بنفسه، يعني قام هو يخدمهم، ما خلاش خادمه يخدمهم، لان من باب الكرم انك انت تخدم ضيفك بنفسك، ده من باب الكرم، تقوم انت اللي تقدم له يشرب، تقدم له، مش تخلي الخدام هم اللي ايه يقدموا، لا ده من باب الاكرام. مش
شوف سيدنا رسول الله لما كانت بنته ستنا فاطمة في الشمس يعمل ايه سيدنا رسول الله؟ كان يقوم يسلم عليها واقف صلى الله عليه وسلم ويقبل ايدها وتقبل يده ويجلسها مكان. شفت الكرم؟ ودي بنته يعني لو دخلت عليه وهو قاعد ما ده النبي يا عم صلى الله عليه وسلم. لكن بيعلمك الاخلاق الكريمة حتى مع اولادك حتى مع اقرب الناس اليك. قيل قيام عليهم بنفسي وقيل لان ضيف الكريم كريم. وقال ابراهيم بن الجنيد كان يقال اربعة لا ينبغي للشريف ان يأنف منهن وان كان اميرا: قيامه من مجلسه لابيه لان لا يزيد كرم، وخدمته لضيفه، وخدمته لعالم يتعلم منه، والسؤال عما لم يعلم. يبقى الثلاث حاجات دي الواحد يتخلق بها. ابوك تؤمله تجلسه مكانك ولا تتقدم امامه بين يديه في المشي، مش كده برضو؟ وخدمتك لضيفك، وخدمتك لعالم تتعلم منه، والسؤال عما لا تعلم بدون بقى ملاحة وجدال يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا، انهم كانوا يتحرجون في ان يأكل احدهم وحده. يعني الصحابة كانوا يتحرجوا الواحد يأكل لوحده، كان كل ما يبقى لاقي طعام ينادي غيره يأكل معاه، فنزلت الآية رخصة لهم ان يأكلوا لوحدهم. انت دلوقتي بتبص حواليك وتقفل النور حتى وما تاكلش قدام المرايه لحسن تلاقي واحد قدامك في المرايه بياكل معاك، فبلاش بقى الطباع دي. خد بالك سيدنا ابراهيم كانت طبيعته كده. سيدنا ابراهيم كان لما يجي يقعد طعام يخرج يمشي في الشارع يلاقي اي واحد يقول له تعالى كل معايا يقعد ياكل معاه. سيدنا ابراهيم ابو الانبياء كان كده. انهم كانوا يتحرجون في ان ياكل احدهم وحدهم فرخص لهم في ذلك. احنا فاضل لنا حاجه بسيطه في الباب ده نخلصه خلاص. وقيل اضاف عبد الله بن عامر بن كريز رجلا اضافه، يعني ايه؟ يعني جعله في ضيافته فاحسن قراءة. فلما اراد الرجل ان يرتحل عنه لم يعنه غلمان، استضافه وقعد معاه يوم واثنين وثلاثة، وابتدى بقى يحزم امتعته ويربط شيله وهيمشي. فالخدام بتوعه ما رضوش يروحوا يساعدوا الراجل الضيف ده، احسن يكونوا ايه بيساعدوه يعني علشان ايه؟ يلا بقى نخلص منه. فسابه هو اللي يلف حاجته لوحده. لم يعنه غلمانه. فقيل له في ذلك فقال عبد الله: انهم لا يعينون من يرتحل عنه، لان لو اعانوه معناه ان هم زهقوا منه. انشد عبد الله بن باكويه الصوفي قال: انشدنا المتنبي في معناه: واذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم. يعني عارف لو الناس مش عايزينك تفارقهم لما تيجي ترحل يرحلوا معاك. يعني عايزين معنى انك انا مش عايزينك ترحلهم ايه؟ انك انهم يرحلوا معاك. اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم. وقال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في ايدي الناس افضل من سخاء النفس بالبذل. يعني اقل السخاء واعلى السخاء انك انت لا تنظر لما في يد الناس. يعني ترضى بما بما رزقك الله، ما تتطلعش لما في يد الناس، دي اعلى بقى، بحيث ان حتى لو الناس ادولك انت ما انت راضي باللي في ايدك، يمكن تقول لهم جزاك الله خير انا مبسوط، مش كده برضه؟ لكن لو عندك كتير وعايز اكتر تبقى فقير، لكن لو ما عندكش حاجه ومش عايز حاجه تبقى غني، مش كده برضه؟ زي سيدنا الجنيد قاعد كده جاله احد التجار اصدقائه جاب له سرة فيها أموال كثيرة، قال له استعن بها يعني لك ولتلامذك. فقال له عندك غيرها؟ قال له عندي غيرها كثير. قال تريد غيرها؟ قال نعم أريد غيرها. قال إذا خذها فأنت إليها أفضل، أما نحن فليس عندنا ولا نريد، فإحنا أغنى منك. فقال له خذها فإنك إليها أفضل. الغنى عن الشيء لا به، مش كده برضه؟ الغنى عن الشيء لا بالشيء. وقال بعضهم: دخلت على بشر بن الحارث في يوم شديد البرد وقد تعرى من الثياب وهو ينتفض، فقلت: يا ابا نصر، الناس يزيدون في الثياب في مثل هذا اليوم وانت قد نقصت. فقال: ذكرت الفقراء وما هم فيه ولم يكن لي ما اواسيهم به، فاردت ان ارافقهم بنفسي في مقاصات البرد. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن، يعني هو اتبرع بكل الغطيان بتاعته للفقراء، بس ما عندوش غطيان تكفي كل الفقراء.
فقال خلاص بقى والله لا.